Alexander! Omeada! تشتري مني جال صابت ورصي تحباش يا تحباش يا تحباش أدل وصلوا وقا يكونوا خرجوا من الجالع عن تمكن رو رقدة ناهي تمكن رقدة لا بقى يقولش جال صابت ورصي ما عادش مني ما عادش مني يا قرى ما عادش مني ولا عادش جال صابت ورصي مني يو دحين عالم نصيح السلام عليكم وعليكم السلام السلام يا أمه ما بعدك راقد قد خرج لنا الصرا ورجعنا انت راقد يا الله انا سمحت لي عيب عليك معي استحوا على نفسكم هذا شهر شهر وهو شهر يا بقى خلوني ارجل ها خل حلو كمل اجرك ثوابك عند الله والحديث يقول من ترك الصلاة فقد كفر هلا يا بابا الله يصلحك يا محمد كلم ابوك كلمه الله ما شاء الله ما شاء الله اي هذاك الله باين اقول لك وباين اقول لك سمعتوا بخلق الله يقولوا الناس اننا ما باين اصليش الله الله دحين احنا اللي سمعنا بخلق الله عادهم اللي شو يقولون هذا انت هذا قطر اليوم سرت عليك صلاه الظهر وانت مكني ابو هانم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع يا ابا سال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ورسول الله عن قوله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون رد الرسول وقال هم الذين يأخرون الصلاة عن أوقاتها صدق رسول الله هيا أبا قم صلي يوه عاد لو تكون تقول بابي يوه أخلاها بصير كيف طلعت إيه بعد والله أنه إن محمد بيعجبني بين علمه أي حدث ويحفظه آه والله هذا الحديث دحين حفظت لندا إيه هي بطل هدرقم تصلي ما هو والله صدقي عنك والدي مره الشيطان خير ان شاء الله كنت بين اسمع الاذان والله ما انا كنت بين اسمع الاذان حين قد انا عاد اقوم كان بيرمي تداربنا تواصل الصوت زلط كل ما اجي اقوم ايه ارجع اعودها عنك والدي اسمع يا ابا كن عندما ترقد عقب الشيطان وقام اتيسر بالقران يا ابا والله صدقك يا ابني والله صدقك دالحين قم صلي بطلت الهدرة ما كان يلعبك ابليس عاشي هذا الحين انا اتحداه قال انا ادري ما هو طريش الصلاة لا صلاة اوه صدق لا ما يجوز صيام من غير صلاة او ما ما تحتاجوش حاجة ولا شيء مسوق والله كيف لك اليوم كنتم ما تحتاجوش ما تجزع لكم بريالين صلاة جعل عادة جعل عادة دعو لنا دعو لنا لا دعو لنا والله يا محمد محلاها لسانك حين تقول بابي عاد لو تزيد دلع أمك تقول لها مامي نعم دلعني شقاني حالك هيا خاطرش هيا لا ما هو هذا اللي ما بتسعل ما لك اللي ما بتسعل مريض لك هو عالج برش ناهي ناهي بين البلش زلط وانت تراهي على جنب أنين لا لا دحين على من تصيح على محمد يلا يوه والفقر سرعة سرعة بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله يلا
قلت يا حبيبي انا مسعد مسعد ايوه مسعد هو قد بدا يصير بس بعده ايوه طيب شوف خليل الله يرضى عليك لا تروح شيخ محرم يمشي لا بروح للمحسن تحط تروح نص الصلاة هناك طيب بني يا حبيبي وضع كلمة هنا المحرم لا تقول هناك يعني يقول لها الزبطة الزبطة هنا خلاص شك تلحق أبوك ليه؟ انتبه على دخلوا لا يسرح لا هنا ولا هنا شوف الايام هذه مدري ما قاله تعال طيب. لين انقذوا طيب خاطرك امه مع السلامة مع السلامة المكان مفتوح أهلاً يا أبا سمعان أهلاً أهلاً محمد كيف حالك يا ابني الحمد لله إنك تخرج فارس خرج هذا القبرة والله صحيح يا الحق هي ما كان أمالك يا ابني أنا مراعي لك أنا سرت مشي شوية بعد قد وقت قريب للعصر ايه صرنا صلينا جمعة اي والله صدقك أنت ري ما هتسوي لكم اليوم ما عاد أشرك لكم شركة خلقة مش معقول والله شركة خلقة لازم قلنا اليوم هذا يكون العشاء جامد ايه جامد ايه يا الله عاد بخير بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ريت والله لمدي لك كل قد تبقى بعمل يا ما مش فاضي ثاني كله هذا ما هو غير من مليون فاضي يا اخي شمل دبل عكا كاش هذا هو ما في والله لا يلا عامل والله عامل في الحواد يا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حال بارز والله دين الوالد غاز أمانة والله أنا رثيف له قسما بالله شليت له الدبلة هنا والله كان لو في من عيوني بس أزمة غاز أهو أزمة يا أبو الرجال أزمة غاز إيه أزمة وده أنا لا أعيب عليك سعى على نفسك عايش الله هو أزمة قلبية إيه طيرها شقبها طير قبل ما أقول أعمل لك ضربة ما لها ضربة من هو من هو من عاف ضربي فارس بني غاز أنت عاف ضربي أنا أيوة إذا ما تشلش عن تبعك أو تتكل على الله والله إن أنا خرجت عادة هذا الحين من الصلاة ولا كنت عاد ري ظهري أبغى مثل الناس والناس إيه أقول لك روح لك روح لك روح لك كذا إيه روح لك ما هو هذا ما هو هذا هو هذا بتمشي في البالة يا حقك تهدي يا مستري ما يجعل لك الله كسر بالركبة ويحول لك بكربة ولو ما ربت تحتاج تجير بكذبه ايش يا بابا مالك مال المشاكل ان شاء الله انا عامل بالخبير ثواب وكم يضارب روح لك انت وصوحك شل 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 خلاص يلا يا عدس يلا يا عدس 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 ايه عدس يلا لا يا عبد الله خرج الجارة هذا فتح والله 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 والله